مساء الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. حلقة جديدة من إن بوكس في الكبسولة، واللي بيكون منورنا فيها دكتور باهر السعيد، وبيكلمنا عن كل حاجة تخص الأدوية والصيدلة. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير. عامل إيه؟ مساء الخير يا دكتور، منورنا زي كل أسبوع. احنا طبعا هندخل على نصايح في الكبسولة، بس برضو عايزين نقول للسادة المشاهدين إن حلقتنا النهاردة مكملة على الحلقة اللي فاتت، واللي هي دخول المدارس، مش كده؟ اتفضل يا دكتور. نصايح في الكبسولة النهاردة. أول حاجة، الكبسولات المحتوية على زيت زهرة الربيع المسائية اللي هي الـ Evening Prime Rose Oil. زهرة الربيع أو زيت زهرة الربيع المسائية دي، في كبسولات في الصيدليات بتحتوي على الزيت ده. فايدة الزيت ده إيه بقى؟ الزيت ده من أكثر الزيوت المفيدة جدا للسيدات، سواء الآنسات أو سواء ما بعد سن اليأس أو حتى الستات بعد الولادة. ليه؟ الزيت ده اللي هو زيت زهرة الربيع المسائية بيحتوي على حاجة اسمها حمض، اسمه جاما لينوليك أسيد. الحمض ده يعتبر مماثل للبروستاجلاندين. البروستاجلاندين ده حاجة مهمة جدا كمضادة للالتهاب، بتقلل الآلام المصحوبة بالدورة الشهرية. يعني أي واحدة بيجي لها الدورة الشهرية بألم شديد، لو أخدت الزيت ده أو الكبسولات اللي بتحتوي على زيت زهرة الربيع المسائية أسبوع ما قبل الدورة الشهرية، والأسبوع بتاع الدورة الشهرية كمان كمكمل غذائي هيفيدها، هيقلل الآلام بتاعت أسفل الظهر، الآلام بتاع الثدي، حتى هيساعد في تقليل أو معالجة الحالة النفسية السيئة عند السيدة في الفترة دي، وكمان مفيد في الاكتئاب ما بعد الولادة، مفيد في تقليل أعراض انقطاع الطمس للستات اللي هم بعد انقطاع الطمس. غير بقى فايدته الكبيرة جدا للبشرة وللجسم بصفة عامة، وبرضو للستات اللي بيجي لهم اللي هو مرض الثدي الليفي. في ستات بيبقى عندهم مشكلة في الثدي، الأورام الليفية يعني في الثدي، برضو الزيت ده اللي هو زيت زهرة الربيع المسائية من أفضل المكملات الغذائية المفيدة ليهم اللي هتقلل الأعراض. أعتقد إن الكبسولة دي لأي ست هتبقى سحر. جميل بالنسبة جدا، جميلة جدا، آنسات وسيدات وبعد الولادة وملهاش أي موانع استعمال. تاني حاجة، زيت السمسم أفضل زيت ممكن يحارب الشيب المبكر. زيت السمسم احنا متفقين ان مفيش علاج للشيب، بس في حاجات ممكن نقدر نقول ان هي بتقاوم الشيب المبكر او تقلل ظهوره او تأخر ظهوره. ليه بقى؟ زيت السمسم بالذات غني بالأحماض الدهنية اللي بتجعل المفيدة للشعر، أحماض دهنية زي الأوليك وزي البالميتك زي الستريك، في أحماض دهنية كتير جدا، غير فيتامين إي غير فيتامين كاف، كل الحاجات دي موجودة في زيت السمسم. طب الناس اللي عندها شعر أبيض أصلا، إحنا أوريدي بنقول ما فيش علاج للشيب، بس إحنا بنقول الناس اللي بادئ يظهر عندها الشيب مبكرا يستعملوه، هيغمق لون الشعر، هيحاول يعني هيساعد على تأخير ظهور الشيب، لأن هو يعني هو لغاية دلوقتي مش معروف علميا إيه السبب، بس يمكن عشان وجود الأحماض الدهنية دي، وجود فيتامين إيه، وجود حاجات كتير بتعمل زي تجديد للخلايا، فوجد إن زيت السمسم من أكتر الزيوت اللي بتغمق لون الشعر. غير فايدته بقى للشعر في التساقط، بالظبط، هو ليه فوائد تانية غير كتير. كمان مقاومته للقشرة، غير مقاومته للفطريات، غير مقاومته لالتهابات الجلد بفروة الراس، غير كمان مهميته الكبيرة جدا في مقاومة حشرات الشعر. الستات اللي بتشتكي ان اولادها بيجي لهم في المدارس حشرات الشعر، لو دلكتي شعر الطفل او الطفله بزيت السمسم بالليل الشعر والفروه وغطيتيه باي حاجه ببلاستيك ولا اي حاجه لتاني يوم الصبح وبعدين شطفتيه، هيبقى حل كويس جدا لتنعيم الشعر وتقويه الشعر، وفي نفس الوقت القضاء على حشرات الشعر كمان. حلو قوي. ثالث حاجه، التوتر والحاله النفسيه السيئه من أكتر أسباب زيادة الوزن والكرش بالذات. ليه بقى؟ الكورتيزول اللي هو هرمون التوتر اللي بيزيد في الحالة النفسية السيئة، اللي بيزيد في حالات الخوف، في حالات الستريس اللي بتحصل لنا، التوتر ده بيزود هرمون اسمه هرمون الكورتيزول.
فهرمون الكورتيزول ده بيزود شهيتنا على الاكل، وكمان بيخلينا ندور على اي اكل دسم او دسم نحسن بيه الحاله المزاجيه، صح. فبالتالي بيزود الوزن. كمان النوم، قله النوم او عدم اخذ القدر الكافي من النوم بيزود الهرمون ده. فعشان كده قبل كده في حلقه قبل كده قلنا الناس اللي بتسهر هي الناس اللي الكرش عندها زايد، صح. عشان الحرق طبعا موجود بالنهار مش بالليل، وفي نفس الوقت هرمون الكورتيزول لو ما نمناش كويس هرمون الكورتيزول ده بيزيد، فبيبقى الفرصه كبيره جدا لتكون الدهون خاصه في منطقه البطن في الكرش يعني. فعشان تحافظوا على وزنكم لازم تبعدوا عن التوتر عشان هرمون الكورتيزول ما يزيدش معاكم، وفي نفس الوقت كمان تاخدوا القسط الكافي من النوم بالليل، فتره الليل، النوم بالليل مش بالنهار، مش تنام 6 الصبح عشان تحافظ كمان على وزنك وصحتك. رابع نصيحه، رابع حاجة العسل. احنا عارفين طبعا العسل حاجة مهمة جدا، واول ما نقول العسل ده حاجة قمة الأهمية اللي في الدنيا كلها، طبعا. بس العسل ممنوع يؤخذ للأطفال أقل من سنة لأنه ممكن يكون مسمم ليهم. العسل مفيد بس يعتبر سم بالنسبة للأطفال الصغيرة أقل من سنة. ليه بقى؟ الأطفال اللي أقل من سنة ما بيبقى، أو على فكرة مش العسل بس، العسل وأي مأكولات مصنعة من العسل برضو، يعني مش العسل بس، أي حاجات كمان مصنعة من العسل. في بكتيريا اسمها الكولوستريديوم، البكتيريا دي المفروض بتنمو في التربة، البكتيريا دي بتتنقل للعسل بسهولة، فلما بتتنقل للعسل الطفل أقل من سنة جسمه ما بيبقاش لسه مهيئ للقضاء على البكتيريا دي. انما بعد السنه خلاص جسم الطفل بيقدر يقاوم البكتيريا دي بسهوله جدا. فطبعا الطفل اقل من السنه عشان الجهاز المناعي بتاعه ما بيبقاش لسه مهيئ للقضاء على البكتيريا اللي موجوده في عسل النحل، فبالتالي بيبقى معرض لاخطار كبيره جدا، تسمم غذائي يعني، لانه بيسبب سوء امتصاص جامد وامساك ومشاكل في البطن ومشاكل في المعده، فيعتبر في سميه للطفل اللي هو اقل من سنه. لان في ستات بتيجي عايزه تاكل ابنها من اي حاجه من بعد 3 شهور 4 شهور عشان يتعود على الاكل، لا في اكلات ممنوعه زي اللبن برضه. وكمان العسل ما بيجيش في دماغ اي حد ان هو ممكن يبقى مؤذي. بالظبط بالظبط. وبرضه اللبن البقري احنا قلنا قبل كده اللبن البقري او الجاموسي قبل السنه برضه ممنوع. طيب خامس حاجه، احنا عندنا دايما اعتقاد ان الكالسيوم كتره بيعمل حصوات. ده حاجه بديهيه اي حد بيفكر فيها، بس احنا نقدر نقول الاطعمه مش الكالسيوم بقى المكمل الغذائي، لا الاطعمه الغنيه بالكالسيوم ممكن تخلصك من حصوات الكلى مش تجيبها. طيب يعني احنا معتقدين ان دايما الكالسيوم كتره هو فعلا كتره كتركيزات عاليه في المكملات الغذائيه بدون داعي ممكن يعمل حصوات، بس الكالسيوم الموجود في الاطعمه هام جدا للتخلص من حصوات الكلى. ليه بقى؟ حصوات الكلى طبعا هي بتبقى في حاجه في حاجه اسمها اوكزاليت دي موجوده في البول كترها بيعمل حصوات. عشان الاوكزاليت دي نتخلص منها ونقلل امتصاصها وعشان الجسم ما يتخلص منها بسهوله لازم يبقى في كالسيوم عشان يتحد معاها ونخلص منها. فالكالسيوم ده هنجيبه منين؟ هنجيبه من الاكلات اللي موجوده في اللي بناكلها اللي فيها كالسيوم. في حاجات كتير جدا المفروض احنا كلنا ناخد 1.2 جرام يوميا من الكالسيوم عن طريق الاكلات اللي موجوده فيها الكالسيوم بكثره، زي طبعا منتجات الالبان، زي الفاصوليا، زي الكرنب، زي السبانخ، زي البرتقال، زي البروكلي. المهم خد احتياجك اليومي من الكالسيوم وما تتنازلش عنه نهائي. الكالسيوم مهم جدا لجسمك، ما تاخدوش كمكملات غذائيه عمال على بطال الا تحت اشراف الطبيب، الا اذا كان عندك هشاشه او عندك نقص في التحاليل. انما ما تتجاهلش المأكولات اللي فيها الكالسيوم عشان تتخلص من حصوات الكلى. حلو قوي. طيب زي ما قلتي كبسولتنا النهارده هتكون تكمله للحلقه اللي فاتت واللي كنا بنتكلم فيها عن ازاي نزود مناعه اطفالنا وخصوصا مع دخول المدارس، وكمان حاجه تساعدهم على التركيز او القدره على الاستيعاب. دكتور يمكن احنا المره اللي فاتت اتكلمنا شويه عن الاكلات او الاكل اللي ممكن يزود الحاجات دي ولكن ما كملناش الحلقه. حابب اسالك عن ايه اهم الفيتامينات اللي بترفع كفاءه التركيز عن
عند الأطفال أو كفاءة الجهاز المناعي. جهاز المناعي الأول. طيب ماشي. في الفيتامينات الهامة لزيادة الجهاز المناعي للأطفال وخاصة إحنا دخول الدراسة هو بداية أصلا تغير الفصول يعني. بالظبط. ففي 5 فيتامينات هامة جدا لازم نحافظ عليها في المأكولات بتاعتنا أو مأكولات أطفالنا سواء أطفال أو كبار يعني. الخمسة الأساسيين اللي بيرفعوا الجهاز المناعي، أول حاجة فيتامين سي، هو فيتامين سي، فيتامين إي، فيتامين ألف، فيتامين دي، يبقى إي وإي وسي ودي وألف. المفروض فيتامين سي أول حاجة، هو طبعا يعتبر أكتر حاجة بتزود الجهاز المناعي بتاعنا عشان هي بيزود إنتاج خلايا الدم البيضاء، فهو مهم جدا لإنتاج خلايا الدم البيضاء، فبالتالي هو أكبر حاجة بتعزز الجهاز المناعي بتاعنا. إحنا طبيعي بفطرتنا أول ما حد يجيله برد يقوم رايح مدور على الحاجات اللي فيها فيتامين سي وياخدها، حتى معظم الأطباء لازم يكتبوا فيتامين سي راس فوارة، كبسولات في حالات نزلات البرد، وفي أوريدي أدوية لنزلات البرد فيها أصلا فيتامين سي. ممكن نشرب برتقان يعني. برتقان الحاجات تمام. البرتقان بجد بيخلي البرد. احنا اتفقنا فيتامين سي هام جدا لزيادة الجهاز المناعي. المدخول اليومي لفيتامين سي لازم نحافظ عليه، لأن الجسم أصلا ما بينتجش فيتامين سي ولا بيخزنه. ده في الشتاء ولا غير يعني؟ لا، الجسم بصفة عامة ما بيخزن لناش فيتامين سي، فإحنا لازم ولا كل يوم ندخل له فيتامين سي، فإحنا لازم يبقى في مدخول يومي لفيتامين سي. هو الحمد لله موجود في كل حاجة يعني، موجود في حاجات كتير جدا، موجود في البرتقان، موجود في الحمضيات بصفة عامة، موجود في الفلفل الألوان، موجود في حاجات كتير جدا، في الجريب فروت، في اليوسفي، في كمان في السبانخ، في اللفت، في الجوافة. الحاجات دي كلها فيتامين سي. تاني حاجة في فيتامين بي 6 كمان. احنا قلنا فيتامين اي واي ودي وسي وبي 6، فيتامين بي 6. فيتامين بي 6 مهم جدا للتفاعلات الكيميائيه الحيويه في الجهاز المناعي، يعني الجهاز المناعي عشان يشتغل صح لازم يكون فيتامين بي 6 في كل التفاعلات الكيميائيه بتاعته. فيتامين بي 6 موجود في الفراخ، وموجود في السلمون، موجود في البسله، موجود في الحمص. فيتامين اي اللي هو فيتامين ه، فيتامين ه احنا بنقول عليه هو مفتاح نظام المناعه في الجسم كله، لانه طبعا مضاد اكسده قوي جدا، بيحارب امراض كتير جدا. فيتامين ه موجود في المكسرات بكثره، يعني حتى احنا نقدر نقول المكسرات مفيده للذاكره والمخ، وبرضه مفيده للجهاز المناعي. في فيتامين د زي ما قلنا قبل كده، ان فيتامين د عشان ما بنتعرضش للشمس كتير في الشتاء، نزلات البرد بتزيد عندنا كتير، فبالتالي عشان جهاز المناعي يشتغل كويس لازم يبقى فيه فيتامين د، من خلال التعرض للشمس طبعا، من خلال الرنجة والسردين والسلمون والمحار، الحاجات اللي فيها فيتامين د كتير، صفار البيض. اخر حاجة بقى فيتامين الف. فيتامين ألف هو بيزود المناعة بتاع الأغشية المخاطية بتاع الجهاز التنفسي، ففيتامين ألف مهم جدا برضو للمنظومة بتاع الجهاز المناعي. طبعا موجود في الجزر والبقدونس والفواكه اللي هي لونها برتقاني، الخوخ والمشمش والحاجات دي. يبقى حافظوا على فيتامين ألف، فيتامين إي، فيتامين دال، فيتامين بي 6، فيتامين سي. حلو قوي. طب يا دكتور أنا هكمل على سؤالك وهسألك، إيه الأكلات اللي بتعلي الجهاز المناعة عند الأطفال؟ يعني أنت تقريبا قلت منهم شوية حاجات. الأكلات بقى اللي هي الغنية قوي بالحاجات اللي قلناها دي اللي بتزود الجهاز المناعي، رقم واحد المنجم بتاع الفيتامينات والمعادن، البروكلي. البروكلي ده منجم يعني، المفروض ما يعني دايما نحرص على وجوده على المائدة بتاعتنا. البروكلي مليان فيتامين ألف وفيتامين سي وفيتامين إي، يعني كل الحاجات اللي بتزود الجهاز المناعي، غير كمان مضادات الأكسدة الكبيرة اللي فيه. بس أهم حاجة في البروكلي إن الطهي بتاعه ما يبقاش شديد عشان ما يفقدش الفيتامينات بتاعته. هو كمان ما فيهوش روح يعني، بسرعة بيتعب. بالظبط. تاني حاجة التوم. التوم ده برضو حكاية. طبعا. وموجود في كل موائد العالم كلها. فالتوم برضو حاجة مهمة جدا كمان، عشان الكبريت اللي فيه، نسبة الكبريت العالية اللي فيه مهمة جدا برضو لزيادة المناعة. في ناس يا دكتور بتاخد فص التوم بكوباية مية كأنها دواء الصبح. تمام. ده صح؟ طبعا صحيح. صح؟ جدا. وفي كبسولات توم في الصيدلية، في كبسولات، في شركات كتير منزلة التوم على شكل كبسولات. حلو. في كمان الجنزبيل.
الجنزبيل حاجه هامه جدا جدا برضو عشان كده برضو بناخده واحنا عيانين. الجنزبيل مهم جدا، هو يعتبر مسكن طبيعي، يعني في اقراص اصلا في الصيدليه اقراص الجنزبيل للناس اللي ممنوع ياخدوا مسكنات، الناس مرضى القلب، مرضى الضغط، مرضى مثلا الكبد ممنوع ياخد مسكن، الجنزبيل يعتبر مكمل غذائي طبيعي مسكن للالم، بيخلصنا من الالام، غير ان هو بيشيل التهابات، التهابات كتيره في الجسم، التهابات المعده مثلا، الغثيان والاحساس بالقيء، الكلام ده كله الجنزبيل بيشيله. الكركم برضو كنا اتكلمنا ان الكركم برضو من ضمن الحاجات اللي هي منتشره في الطب الصيني والهندي، الكركم برضو بيعالج الالتهابات وبيدلنا وقايه من السرطان والأمراض بصفة عامة. في برضو الشاي الأخضر، الشاي الأخضر أو الشاي حتى الأسود، هم كلهم ده أو ده فيه الفلافينويدز، بس حاجة بتزود الجهاز المناعي، بس الشاي الأخضر أكثر تأثيرا عشان حاجة جواه مضاد أكسدة شهير جدا وقوي جدا جواه اسمه AGCG، المضاد الأكسدة اللي في الشاي الأخضر ده بيساعد على مقاومة الدهون اللي في الجسم، يعني بيساعدنا في التخسيس وزيادة الحرق، وفي نفس الوقت بيدلنا مقاومة كبيرة جدا من الأمراض. في برضو السبانخ على عجالة كده، كمان السبانخ فيه مضادات أكسدة وبيتا كاروتين، يعني فيتامين ألف بنسبة عالية جدا وحديد. مهم جدا والسبانخ وطبعا حديد. الكيوي، الكيوي برضو فيتامين سي وفيتامين كي مهم جدا. الزبادي بيدلنا بكتيريا نافعه، بتدينا مقاومه وكالسيوم وفيتامين د، وزي ما قلنا فيتامين د مهم للمناعه، الزبادي مهم للمناعه. اللوز، اللوز عشان احنا قلنا المكسرات بتزود الذاكره وفي نفس الوقت بتزود الجهاز المناعي، عشان فيتامين اي بنسبه عاليه جدا في اللوز، لان فيتامين اي المفروض حاجه بتدوب في الدهون، فبيبقى عايز حاجه دهنيه يدوب فيها الفيتامين ده، فموجود في اللوز. الحمضيات بقى اللي هي مليانه فيتامين سي زي الليمون، زي الحاجات اللي قلناها الغنيه بفيتامين سي. حلو قوي. طيب احنا هنكمل لسه في ازاي نزود القدره على الاستيعاب وكمان جهاز المناعه، ولكن ناخد رسائل من اللي جات لنا. مش هناخد رسائل، ناخد هند. الو الو يا هند. الو. طيب حاولي تكلمينا مره تانية. طيب في رساله يا دكتور بتقول عايزه علاج جرثومه المعده بس اقوى من تريوكلار، لو انا نطقته صح يعني، لان اخذت جرعتين من غير نتيجه وشكرا. في حاجات كتير لزياده للجرثومه، اشهرها العلاج الثلاثي اللي هو الاحدث شويه من التريوكلار، ممكن تستخدم حاجه بروتون بامب انهيبيتور زي دونوبرازول، زي اوميزا 40، زي اسجوفانز 40، اي حاجه من الحاجات دي، بتاخد حبايه قبل الفطار كل يوم لمده اسبوعين، نانازوكسيد 500 او كريبتونيز 500 مرتين يوميا لمده اسبوعين، جيم فلوكساسين 320 او كينابيوتيك 320 حبايه واحده يوميه لمده اسبوعين، يعني كل ثلاث حاجات اسبوعين. ان شاء الله ده من افضل الحاجات على الاطلاق، وممكن تاخد اي حاجه بقى للاعراض، لو في مثلا سوء هضم تاخد سبازمو امريز، لو في تقلصات على حسب بقى الاعراض اللي عندها. طيب في مسج ثانيه بتقول ايه الوجبه المناسبه قبل النزول وتفتح النفس لان ولادي ضعاف قوي. احنا قلنا الحلقه اللي فاتت تقريبا على الحلقه اللي فاتت لو زبادي ونحط عليه ممكن الفواكه المجففة مع شوية مكسرات، هتبقى وجبة متكاملة، ومتحط عليها شوفان مثلا أو هتبقى وجبة متكاملة ممتازة جدا. بس هو الزبادي والعسل والمكسرات اللي هي عين الجمل بالذات بتزود الذاكرة، مع قطع الفواكه المجففة، دي وجبة متكاملة ممتازة جدا، وحاجة بتدي طاقة وفي نفس الوقت وتزود الوزن وتزود الذاكرة وتزود كل حاجة. حلو. نقص الزنك وارتفاع الهستامين والجيوب الأنفية. هو نقص زنك صح؟ نقص الزنك. هو في حاجات كتير في الصيدليه وارتفاع الهستامين. الهستامين هو يعني هتعوز حاجه للجيوب الانفيه زي ليفو هستام مثلا، او ليف 6 اقراص قرص كل يوم بالليل، مع اي سبراي من السبرايات اللي هي بتاعه الجيوب الانفيه زي رينو كورت او نورو نوز او افامايز بخاخ. المفروض تمشي على حاجه زي الليفو هستام او الليف 6 وعلى البخاخه دي لمده شهرين مثلا. بالنسبه للزنك، الحاجات اللي موجوده في الصيدليه زنك ترون، في اوكتو زنك، في فيتا زنك، الحاجات دي كلها شغاله. طيب معانا دينا على التليفون. الو يا دينا. الو ماشي يا دينا، حاولي تكلمينا تاني. في مسج بتقول
علاج، عاوزة علاج تأخر الدورة الشهرية. حاجة لتأخر الدورة الشهرية هو هي وليها أسباب كتير، هي ليها أسباب كتير طبعاً. بس هي لو ما فيش أي حاجة بتعاني منها خالص وعايزة أشهر حقن في الصيدلية لتنزيل البريود، الأول هي ممكن تستعمل الحاجات الطبيعية زي القرفة واليانسون بالزبط. والحاجات اللي هي ممكن تنزل البريود، بس لو مش بتعاني من أي مشاكل وعندها بس تروح الأعراض للدكتور أحسن طبيعي. يعني لازم طبعاً تروح للطبيب بتاعها. هي الحقن الشهيرة بتاع تنزيل الدورة الشهرية حقن اسمها لوتوفولون، بس طبعاً لازم تحت إشراف الطبيب. طيب ناخد تليفون من بسمة. ألو. أيوة. ازيك يا بسمة؟ الحمد لله تمام. لو سمحت يا دكتور ممكن أسأل الدكتور؟ اتفضلي معاك. أنا ابني عندي بقع بيضة وكده، ونفس الوقت برضو أنا برضو عندي بقع بيضة. وإيه؟ ابنها عنده بقع بيضة بتقوله في نفس الوقت حاجة، والتليفون أعتقد إن هو أعتقد إن هما الاثنين بتقول، وأنا كمان ما أعتقد. على العموم هي البقع البيضة بالنسبة للأطفال اللي هي النخالة البيضة، المفروض بالنسبة للأطفال بيبقى سببها التعرض للشمس. في ناس كتير جدا مش بتهتم بوضع واقي الشمس عشان يمنع حاجة زي كده، فاستعمال واقي الشمس للأطفال بيمنعهم من قصة البقع البيضة. أو ليها أسباب تانية، إن هي ممكن تعمل برضو تحليل صورة دم، ممكن الأنيميا يكون ليها سبب أو من ضمن أسباب البقع البيضة دي، وبرضو الطفيليات زي الديدان مثلا ممكن يبقى لها سبب. فهي المفروض تحلل صورة دم، تحليل براز، وتتأكد إن مفيش طفيليات. لو في ده وفي ده لازم بيتعالجهم. البقع البيضة دي في دهان في الصيدلية اسمه تاروليماس كريم، دهان مرتين في اليوم، ده بيعالج العرض. إنما السبب لازم يتعالج، اللي هو أنيميا أو يكون طفيليات أو إن التعرض الشمسي بيبقى محتاج واقي الشمس. عشان كده في أطفال كتير بتلاقي عندهم بقع بيضة في الصيف بالزبط. وبعدين تروح في الشتاء بسبب التعرض للشمس. صح. طيب نكمل الرسائل. في رسالة بتقول محتاج منك يا دكتور كريم أو مرهم لإزالة الشعر من المناطق الحساسة بدل جلسات الليزر. هي الحاجات دي بتبقى المفروض بتبقى حاجات وقتية، يعني مش ان هو مش هيبقى بفعالية الليزر اكيد بالظبط. الكريمات العادية اللي موجودة في السوق التجارية هي اللي موجودة، ما فيش غيرها، الفيت والوان والحاجات دي، انما ما فيش حاجة بديلة للليزر بنفس فعالية الليزر خالص. طيب معانا تليفون من عبد الحكيم. الو. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك؟ لو سمحت يا دكتور، انا اخويا عنده ام اتش، نقدر نديله ايه لالتهاب الاعصاب؟ التهاب الاعصاب والكلام ده. تمام. ايه يا دكتور؟ طبعا ان الـ الـ يعني الحالات بتاع الام اس دي طبعا لازم طبيب مخ واعصاب هو اللي يتابع معاه، ما اقدرش افيدك فيها خالص. يعني اللي اقدر اقوله لك ان ياخد فيتامين بي 12، حاجه زي كوبالامين او ديبوفيت، اي حاجه من الحاجات دي. انما الادويه بتاعه التهاب الاعصاب طبعا لازم دكتور مختص مخ واعصاب. شكرا ليك. في مسج من هند بتقول ابني عنده 15 سنه ورائحه النفس عنده وحشه جدا. يعني يعمل تحليل الاول براز، لو كان في طفيليات اميبا او اي حاجه ياخد لها علاج ليها. في علاج للاميبا اسمه نانازوكسيد، من افضل الحاجات على الاطلاق لو طلع في التحليل كده. وبرضه يشوف اسنانه، ممكن الاسنان هي السبب في حاجه زي كده، لو في اي التهابات في اللثه. واحنا كنا قلنا قبل كده البقدونس والحاجات اللي هي بتتمضغ، والنعناع والحاجات دي والقرنفل ممكن يمضغها الصبح وبالليل حتى تظبط الريحه شويه، ويستعمل اي مضمضه تكون ما بتقتلش البكتيريا، خاليه من الكحول يعني، ما بتقتلش البكتيريا النافعه، زي بفرش مضمضه مثلا جميله جدا، مع استعمال طبعا الفرشه والمعجون على طول، وتنظيف اللسان. يعني في ناس كتير بتنسى موضوع اللسان فوق اللسان وتحت اللسان، وغسيل الاسنان بالليل ده برضو من الحاجات المهمه جدا. مهم الصبح وبالليل بالظبط. معانا تليفون من ندى. الو. يا ندى ازيك، عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. اتفضلي دكتور باهر معاك. ممكن اكلم الدكتور؟ معاك. اتفضلي. لو سمحت انا كنت عاوزه يعني وصفه لتفتيح الاماكن الحساسه. تمام. ايه يا دكتور الوصف؟ هو من افضل الحاجات اللي بتجيب معانا نتيجه، في كريم تقشير خفيف خالص اسمه كارباميد. طبعا الكريمات المقشره الشديده ما ينفعش خالص في الاماكن الحساسه، ففي كريم اصلا هو مرطب
للكعوب اسمه كارباميد. كارباميد ده صنف مصري رخيص خالص، ممكن تستعمل الكارباميد وتحط عليه جلايسوليد مع بودرة تلج، يدخلطوا مع بعض كده تركيبة ويتعمل بيهم فرك للمناطق الحساسة لمدة ساعة وتتشطف، ممكن يوم بعد يوم مثلا، مع استعمال كريم تفتيح طبيعي بقى تنامي بيه بعد ما تشطفي التركيبه دي يوميا، حاجه زي مثلا انفينيتي وايتنينج، ستارفيل وايتنينج، فولدكس كريم، تيلير كريم، لايت اب كريم، فيتا فيتو كير كريم، قلنا كم نوع اهوت اللي تلاقيه في يوم يعني. بالظبط. شكرا يا ندى. طيب في مسج ممكن فاتح للشهيه كويس للاطفال؟ طبعا قبل ما تدوري على فاتح الشهية لازم تعرفي سبب ان الطفل ما بياكلش ايه، ممكن يكون عنده سوء هضم، ممكن يكون عنده اميبا، ممكن يكون عنده انيميا، فلازم تعالجي الاسباب الاول. طب كله تمام والواد برضه ما بياكلش، عايزه حاجه فاتحه للشهية، في فيتا فوس شراب، في ممكن فيتا ماونت شراب، فاروفيت شراب، لو في سوء هضم معاه دايجينورم شراب، دايجينورم شراب مرتين في اليوم في الغداء والعشاء. تمام. معانا تليفون من اكرام. الو. الو، ازي حضرتك؟ الله يسلمك. عايزه اسال الدكتور بس على البقع، في عندي بقع سودا في خدي، ده مش عايزه تروح ابدا. ماشي. ايه الاجابه يا دكتور؟ بصي حضرتك، في الحاله دي لازم تستعملي كريم تفتيح طبيعي، اولا لازم واقي شمس الاول الاساس، لازم تستعملي واقي شمس مناسب لنوع بشرتك، تشوفي نوع البشره ايه. في مصر الستات الكبيره يعني ما يعتقدوش قوي في موضوع، لا ما هم لازم يعتقدوا، ما هي عايزه وشها يفتح لو بتخرج في الشمس، لو بتخرجش خلاص اوكي. بالنسبه بقى للبقع، هنستعمل كريم تفتيح طبيعي زي مثلا لايت اب او ستارفيل وايتنينج او انفينيت وايتن، اي كريم طبيعي تنامي بيه كل يوم بالليل، وتستعملي مقشر حاجه زي ماربلين كريم دهان كل يوم بالليل، يتشطف بعد ساعه، وبعد الشطف تحطي كريم مرطب زي بنسينول مثلا، يبقى ماربلين تقشري بيه وشك كل يوم بالليل لمدة ساعة وتشطف، وبعدين تحط كريم مرطب، ده يتعمل التقشير ده مرتين في الأسبوع، مع استعمال كريم تفتيح طبيعي زي ستارفيل أو إنفينيتي أو أي كريم تفتيح طبيعي أو فيتو كير، أي كريم تفتيح طبيعي كل يوم بالليل وتنامي بيه. حلو حلو قوي، شكرا لحضرتك. نرجع طيب تاني لكبسولتنا وهي دخول المدارس بقى والأطفال. عايزين نعرف يا دكتور إيه أشهر المكملات الغذائية اللي موجودين طبعا في الصيدلية المصرية ترفع مناعة الأطفال؟ طيب وكبار كمان عايزين نعرف. هو في أربع حاجات هم أشهر أنواع لزيادة المناعة للكبار والأطفال. أول حاجة الإيميولنت، إيميولنت أو إيميونوفيتا، ده نبات الإشناسيا الجافة، هي عشبة طبية موجودة في الصيدلية بشكل صيدلي، حاجة اسمها إيميونوفيتا أو إيميولنت، منها كبسول للكبار وشراب للأطفال. هي أهمية العشبة دي إن هي بتقوي الجهاز المناعي بطريقة كبيرة جدا، وبتزود المقاومة للأمراض وبتتغلب على الفيروسات والبكتيريا الضارة، غير إن هي كمان بتبقى الخيار قدامنا للحماية من الإنفلونزا والأمراض الموسمية يعني. تاني حاجة في نقط في الصيدلية اسمها كالوبين، كالوبين هي ملهاش بديل تاني، هي كالوبين بس ملهاش اي بدائل تانية. دي عبارة عن نبات او عشبة بيجيبوها من جنوب افريقيا. العشبة دي بتشتغل برضو على تعزيز الجهاز المناعي ومقاومة البكتيريا وكعلاج مساعد في حالات البرد والانفلونزا. يعني اول ما الولد يجي بدل ما بدأ عنده شوية رشح بوساط كده، مفيش داعي لمضاد حيوي، هاتيله الكالوبين مع اي حاجه لاعراض البرد، يبقى ده خيار مناسب جدا. طب الكالوبين ده ينفع للكبار؟ ينفع للكبار، كويس ان احنا نبعد شويه عن المضادات. بالظبط كده، دي عشبه طبيعيه خالص. بالنسبه للكبار بياخد من 20 ل 30 نقطه ثلاث مرات في اليوم. طيب الاطفال من سن 6 سنين ل 12 سنه بياخدوا من 10 ل 20 نقطه ثلاث مرات في اليوم. طب الاصغر من كده اللي هو اقل من 6 سنين من 5 نقط ل 10 نقط ثلاث مرات في اليوم، ده الكالوبين. تالت حاجة الإيميوجارد، الإيميوجارد دي كياس مستخرجة من لبن السرسوب، معمولة من لبن السرسوب، احنا عارفين ان لبن السرسوب اللي هو أول لبن الأم بتنزله بعد الولادة، الأم المرضعة بتنزله بعد الولادة مباشرة، المفروض ربنا سبحانه وتعالى حاطط في اللبن ده يعني كمية فيتامينات وبروتينات بتزود المناعة بطريقة كبيرة جدا عشان الطفل يعرف يواجه العالم الخارجي اللي اتولدته. فعشان كده الإيميوجارد
هو عباره عن مجموعه لاكتوفرين ومجموعه اميونوجلوبين وحاجات مهمه جدا جدا لزياده المناعه. فهي الاكياس دي بتتاخد برضو مش لنزلات البرد بقى بس كمان، لا ده هي بتزود المناعه في حالات الجهاز التنفسي بصفه عامه اللي بتتكرر، يعني لو ولد بيجي له كح على طول او بيجي له نزلات برد متكرره الاميوجارد ده مناسب ليه، وكمان حالات الاسهال المتكرره والنزلات المعويه المتكرره، وكمان في حالات نقص الوزن اللي ملهاش سبب الاميوجارد ده مناسب جدا ليه، ومناسب هو من 6 شهور وطالع يعني. طيب اخر حاجه برضو في الحاجات اللي هي موجوده في الصيدليه بتزود المناعه البرونكوفاكسوم. البرونكوفاكسوم دي عباره عن بكتيريا ميته المفروض بشكل كبسولات وكياس، اكياس للاطفال اللي هم تحت السنه او تحت السنتين، وفي كبسولات للاطفال برونكوفاكسوم تشيلدرن، وفي برونكوفاكسوم كبار. دي عباره عن بكتيريا نافعه، بكتيريا ميته بتحفز الجهاز المناعي ان هو يقاوم البكتيريا المسببه للبرد والنزلات الجهاز التنفسي النزلات الشعبيه وكده. بتاخد البرونكوفاكسوم كبسوله او كيس مره يوميا لمده 10 ايام تكرر 3 شهور، يعني 10 ايام ونريح 20 يوم وبعدين ناخدها 10 ايام 10 ايام في الشهر يعني لمده 3 شهور. البرونكوفاكسوم من افضل الحاجات انا بنصح بيه للاطفال اللي بيجي لها مشاكل في الجهاز التنفسي متكرره، الاطفال اللي يقول لك انا ابني بيكح طول الشتاء، البرونكوفاكسوم هيكون حل ليه. خامس حاجه واخر حاجه بقى اللي هي مصل انفلونزا، بس هنتكلم عنه ما ينزل لسه لغايه دلوقتي ما نزلش. طيب حلو قوي. احنا دلوقتي هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل كبسولتنا مع دكتور باهر السعيد. استنونا. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم كبسولتنا وإن بوكس في الكبسولة، وكبسولتنا النهاردة عن إزاي نقدر نرفع مناعة أطفالنا وكمان قدرتهم في الاستيعاب والتركيز مع دكتور باهر السعيد. أنا عايزة أقرأ شوية مسجات. في مسج بتقول علاج لزيادة التركيز عند الأطفال دون سن 5 سنوات. لا، السن 5 سنوات. سن 5 سنوات المناسب لزيت كبد الحوت مع بعد عمل تحليل برضو صورة دم وتأكد ان فيش انيميا. يعني لو الانيميا بتأثر بطريقة كبيرة جدا فممكن نستعمل زيت كبد الحوت. الانواع اللي موجودة في الصيدلية حاجة اسمها هاي سيز او سيلفر سيز او توتال، مناسب جدا للسن ده، معلقة مرتين في اليوم مثلا لمدة ممكن 3 شهور. طيب رسالة تانية، بنتي عندها 7 سنين عاوز علاج للانيميا وفتح الشهية والتركيز في المذاكرة. 7 سنين في دواء سعره معقول قوي في الصيدليه اسمه فاروفيت حديد او سانسوفيت حديد او جراندفيت حديد، اي حاجه من الحاجات دي، او فيروجلوبين شراب، اي حاجه من الحاجات دي، معلقه مرتين في اليوم بعد الغداء والعشاء يعني لمده 2 شهر، ده كويس قوي للانيميا. ممكن برضو تستعمل معاهم حاجه زي زيت كبد الحوت برضو اللي قلناه من شويه، هاي سيز او سيلفر سيز او توتال شراب، ده هيزود برضو قدرتها على التركيز. والحاجات اللي احنا قلناها بتاع الانيميا دي اوريدي اصلا بتفتح الشهيه، بس انا نصيحتي بدل ما شهيتها مقفوله برضو تعمل تحليل براز وتتاكد ان مفيش سوء هضم، متاكد ان مفيش طفيليات بتمنعها من الاكل. تمام. طيب معانا تليفون من سلوى. الو سلوى. طيب كلمينا تاني يا سلوى. طيب دكتور، ايه اكتر الحاجات الغلط اللي احنا بنعملها وبنبوظ بيها مناعه اولادنا؟ اول حاجه ان في اطفال كتير ما بندلهمش القدر الكافي من النوم، الولد بيجي من المدرسه يجري على ياكل بسرعه يودوه الدرس، لا يروح لمجموعه مش عارف ايه يجي درس ايه، يعني الولد ما بندلوش الراحه الكافيه. فانا من رايي ان الطفل يجي من المدرسه بعد ما يكون موجود من 7 الصبح ل2 ولا 3 الظهر في المدرسه، المفروض يرجع ساعه ينام مثلا، مش يدخل في المعركه بتاع الدروس بالزبط. على طول. فطبعا مع اعتراضنا اصلا على الدروس، بس يعني هو ده الواقع اصلا، يعني ما نقدرش نقول غير كده. فالمفروض الطفل ياخد اقل حاجه 9 ساعات نوم، لو طفل صغير اصلا كمان اقل من سن المدرسه المفروض 12 ساعه نوم كمان. فلازم القدر الكافي من النوم عشان الجهاز المناعي بتاعه يشتغل كويس. طيب كمان الالوان الصناعيه اللي موجوده في الاكل دي من اكتر الحاجات اللي بتدمر الجهاز المناعي، واحنا اولادنا شطار قوي في الحاجات دي. ساعات تلاقي ام بتعمل الوان لاولادها علشان
ياكلوا. لا هو يعني في فرق بين الالوان اللي احنا بننصح ان يبقى الطفل قدامه الوان بس الوان طبيعية. اللي هي الحلوه الطبيعيه المفيده يعني تنويع في الفاكهه، تنويع في الخضار، الفلفل اللي هي الحاجات الفلفل الالوان والحاجات دي جميله جدا ومفيده وتمام. انما الحاجات الصناعيه لا طبعا تهريج. تاني حاجه كمان، وكمان برضو الاكلات الغلط اللي هي الاكلات اللي احنا عارفينها الجنك فود والحاجات دي، كل الحاجات دي تدمير لصحه الاطفال. كمان في نقطة جوهرية في موضوع المناعة وهو التسرع في المضاد الحيوي. احنا عملنا حلقة عن كده، ان مش اول ما الواد يجيله شوية برد بسيطين نجري وندي مضاد حيوي. ده اسرع طريق لتدمير المناعة بتاع اطفالنا. وكمان عدم تكملة المضادات الحيوية. الدكتور كاتب لك خلاص اوريدي الطفل عنده مثلا التهاب شعبي، عنده اي حاجة محتاجة مضاد حيوي، الطبيب وصف له مضاد حيوي، هو الراجل كتب ست حقن، هما الستة يتاخدوا مش حقنتين ونقف بالظبط وبقى كويس وخلاص. لا لازم كورس المضاد الحيوي يكتمل، ما ناخدش مضاد حيوي من نفسنا، مش اول ما الواد يجيله شويه برد نديله مضاد حيوي على طول. بالظبط كده. طيب احنا هناخد تليفون من سلوى. الو الو، مساء الخير. مساء النور، ازيك؟ الله يخليك. ممكن اكلم الدكتور لو سمحتي؟ اتفضل الدكتور معاكي. ايوه يا دكتور، انا كنت تعبانه ومعدتي تعبانه، فالدكتور اعطاني دواء اسمه نيكسيوم. تمام. دواء النيكسيوم دوت، انا كان صوره الدم عندي ممتازه جدا، وكان الهيموجلوبين عندي 13، نزل الهيموجلوبين بقى 8. هل ده ليه دخل الدواء دوت؟ ولو بطلته دلوقتي ممكن صوره الدم تبقى كويسه؟ هو ممكن يبقى له دخل فعلا. دواء المعدة ممكن يأثر على الهيموجلوبين، ممكن يأثر عند بعض في بعض الحالات بيأثر طبعا، بيقلل امتصاص الحديد. لا ارجعي للطبيب بتاعك يغيره لك، ده اكيد وقفيه، بس ما نقدرش نقول لك وقفيه لان مش عارفين حالتك ايه. فارجعي للطبيب بتاعك وقولي له والله ان صوره الدم بتاعتي بقت كده، فهو اكيد هيديلك الحل الملائم. ممكن يديلك دواء بديل ليه، ممكن يظبط لك، هيكتب لك اكيد حاجه برضه حديد تظبط لك الموضوع ده، ما تقلقيش ان شاء الله. بس شكرا ليك يا سلوى. معانا على التليفون ندى. ده ايه ده موقفين ده كله؟ ازيك يا ندى؟ هبه، انا اسف هتزعل مني اكتر كده لو سمحت. الو، ازيك يا هبه؟ الله يخليكي. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي دكتور معاكي. انا ابني عنده يا دكتور 8 شهور، فكنت برضعه طبيعي، فمنع رضاعتي بعد ما دخل من حضنها بشهر كده، منع الرضاعه. تمام. فحضرتك كل شويه تعبان تعبان، فبياخد لحد 6 شهور لبن صناعي، وبعدين اديته لبن جاموسي، الدكتور قال اديله لبن جاموسي وكده. هو المفروض ما يبقاش لبن جاموسي دلوقتي 8 شهور، المفروض تديله اي لبن صناعي رقم 2، ده مبدئيا. بالنسبه اللي عايزه تزودي مناعته عليك تديله الاميوجارد، كياس اللي احنا اتكلمنا عنها من شويه، كيس واحد يوميا لمده شهر او لمده 3 اسابيع حتى كفايه، كيس واحد يوميا اميوجارد. ده بيرفع الجهاز المناعي، سواء لو بيجي له ادوار برد متكرره او بيجي له نزلات معويه متكرره. طيب شكرا ليك. معانا محمد. الو الو، ازيك يا محمد؟ ازيك يا فندم؟ ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضل معاك. اهلا وسهلا. من فضلك يا دكتور، كنت عايز اسال حضرتك، كنت كتبت مره ان في ادويه كتير ممنوع للتخسيس، كنت حضرتك نزلتها على الصفحه تقريبا. تمام تمام تمام. فكنت عايز اسال، هو برضو من ضمنهم يعني من غير ذكر اسماء، اللي هو الادويه اللي هي البودره اللي بتنزل اعلاناتها في التلفزيون كتير؟ بص انا اقول لك دي ممكن تجيب نتيجه مع حد معين وحد لا؟ انا هقول لك، انت اكيد تقصد البودره اللي هي بذور السيليوم، صح كده؟ ولا ما اعرفش مكوناتها، اللي بيقولوا عليها بديل بالون المعده، صح؟ لا لا، البودره اللي بتيجي اعلاناتها في التلفزيون كتير. طب قول اسمها. عرفتها. الله.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. المهم هقول لك حاجة بص أولا يعني إحنا ضد الإعلانات لأدوية لحاجات مش مصرح بتداولها في وزارة الصحة. هتقولي أنا أعرف منين إن هي مصرحة من وزارة الصحة؟ حاجة بسيطة خالص، عشان الدواء يكون مصرح في وزارة الصحة بيباع في الصيدليات، يعني الصيدلية ما تعرفش تبيع لك دواء مش مسجل في وزارة الصحة. فأضمن حاجة ليك وأأمن حاجة ليك إنك تروح الصيدلية وتجيب حاجة شبيهة باللي انت عايزه ده، لو هي مصرحة من وزارة الصحة هتاخدها بشكل طبيعي جدا. انا متأكد ان هي هتبقى بذور السليم. بذور السليم دي حاجة بتنفش في المعدة وتديك احساس بالشبع. في منتجات مصرحة من وزارة الصحة وموجودة في الصيدليات بشكل قانوني جدا وبشكل امن جدا، وممكن تجيب نهاية. بس على فكرة الحاجات دي بتقفل الشهية، وعلى فكرة هي الياف مش مضرة ولا حاجة. في الصيدليات حاجة اسمها سيلوفينا، في حاجة اسمها سيلتاج، في انواع كتير بذور سليم، بس هاتها من الصيدلية مش من أي مكان تاني، لأن الصيدلية هتضمن لك أن الحاجة دي تكون مأمونة وعليها رقابة من وزارة الصحة. احنا لسه في قصة الرانتيدين من كام يوم. الرانتيدين أول ما وزارة الصحة جالها خبر من الـ FDA أن مادة الرانتيدين دي يحتمل أن يبقى فيها شائبة مسرطنة، نزل قرار رسمي من وزارة الصحة. وبالمناسبة عشان بس في ناس كتير بتبعت لي، يعني احنا بناخد الرانتيدين راني فوار والزنتاج بقالنا سنين، معنى كده ان احنا جالنا سرطان؟ لا يا جماعة، موضوع مش كده خالص. انت مش جالك سرطان ولا اي حاجة، هي الحكاية مجرد حاجة احترازية، حاجة
للحفاظ عليك. في ناس بتقول طب انتوا عارفين ان هي مسرطنه بتديها لنا ليه بقالكم سنين؟ يا جماعه الحكايه دي اجراء احتراز للوقايه بس، وقايتك يعني ممكن اصلا والحاجات دي اتسحبت او اتوقف تداولها لحين الفحص عشان يتاكدوا بس، يعني ممكن بعد كام يوم تصدر قرار وزاره الصحه ان هي سليمه ومفيش فيها حاجه بعد ما يحللوها ويتاكدوا منها. فهي الشوائب دي موجوده اصلا في السجاير، وموجوده في يعني الناس بتشرب سجاير على فكره يعني أسوأ حالا مليون الف مره من الناس اللي بتاخد الرانتيدين بقالها 100 سنه يعني. ده على الاقل ده متعقم. معانا تليفون تاني من عمرو. الو. طيب يا عمرو حاول تكلمنا تاني. ناخد ليلى. اتكلم؟ ازاي حضرتك؟ طيب انا عندي افتكاريا وبعدين بيجي لي عندي همدان ومش قادره اقوم من النوم، فمفيش حاجه انها تاخدها النشاط اكتر تساعد على النشاط اكتر. تمام. هي بالنسبة للارتكاريا يعني أكيد ماشي على علاج بيها. أكيد أنت قصدك دلوقتي على حكاية النشاط تحليل فيتامين د مهم جدا. فيتامين د من أكتر الحاجات اللي ممكن تسبب حاجة زي كده، فشوفي تحليل فيتامين د عندك لو قليل خدي له علاج. ممكن تاخدي حقنة فيتامين بي 12 كل أسبوع، حقنة زي كوبالامين أمبول أو ديبوفيتا أمبول مع حاجة غذاء ملكات النحل زي رويال جيلي 1000 مثلا أو باي سترونج حباية كل يوم في الفطار. يبقى الباي سترونج قبل الفطار، حقنة كوبالامين أو ديبوفيت كل أسبوع، وحللي فيتامين د. وشوفي الضغط برضو لو ضغطك فيه حاجة. تمام. شكرا لحضرتك. نرجع ناخد رسائل. ماشي. في مسج بتقول علاج غير الكورتيزون لحساسية الأنف للكبار مزمنة. ممكن. هو أولا الناس دايما بتخاف من البخاخات اللي فيها كورتيزون، مع أنها موضوعية مفيش منها أي ضرر خالص نهائيا. هي دي أصلا أفضل حل. لو يعني زي نازونكس، زي نورينوز، زي افامايز، الاسبريهات دي مفيش منها اي ضرر خالص. لو انت عايزه بخاخه بعيدا عن الكورتيزون ممكن ميه البحر زي فيزيومير بخاخ مثلا، اي حاجه من مياه البحر، بس ما بقاش تاثيرها زي البخاخات دي بدل ما هي مزمنه. فامشي على بخاخات الكورتيزون مفيش منها قلق يعني. لو عايزه اقراص بقى معاها، في برشام اسمه ليف 6 او ليفوستام او تلفاست مع ازماكاست 10 مللي، يبقى ازماكاست او كوكاست 10 مللي حبايه كل يوم بالليل لمده شهرين، مع ليفوهستام او ليف 6 او تلفاست حبايه برضو بعد العشاء لمده شهرين، دول هيريحوكي جامد يعني. عبير بتقول علاج وحل احتكاك الركبه وضغط فقرات الرقبه ونقص فيتامين دي المتكرر. هو يعني فيتامين دي المتكرر ده ممكن حقن ديفارول اس من افضل الحاجات لو حقنه كل شهر، على حسب برضو التحليل بتاعها الصيدلي او الطبيب بيحدد الجرعه بتاعتها. بالنسبه للخشونه، في اي كياس كولاجين في السوق زي كولاويل، زي دولاجين، زي سي اتش الفا، كيس واحد يوميا مع في اقراص في الصيدليه جلوكوزامين زي جينوفيل او سبورتيف كبسول مرتين يوميا، يبقى جينوفيل او سبورتيف مرتين يوميا مع كياس كولاجين مره يوميا لمدة 3 شهور مع مضاد التهاب زي مثلا حاجة زي ريكوكس برايت مرتين يوميا. ده كورس كويس جدا. الكلام ده لو انت سليمة ما بتعانيش من أي أمراض مزمنة. لو بتعاني من أمراض مزمنة ضغط أو سكر أو قلب لازم طبعا تلجأي للطبيب. حلوة. طيب دكتور، القشرة في شعري طول السنة وجربت كل حاجة مفيش فايدة وشعري بقى بيقع بطوله. طبعا لازم تعالجي القشرة الأول. من أفضل الحاجات اللي موجودة في الصيدلية للقشرة في حاجة اسمها تريتو أنتي داندرف، في داندل شامبو، في ممكن سلينو كير شامبو، أي حاجة من الحاجات دي يوم بعد يوم لمدة أسبوعين، وبعد كده نمشي عليها كل 3 أيام. مع في محلول في الصيدلية ب 11 جنيه من ضرر السوق المصري، الحاجات اللي هي الرخيصة قوي دي، اسمه نيوتونس كالبين. نيوتونس كالبين ده بيشتغل على الحاجتين، على القشرة مع انه ب 11 جنيه ورخيص بس جميل جدا في القشرة والتساقط في نفس الوقت. لو استعملته لمدة شهرين ده بس، اهم حاجة ما يبقاش فيه حاجة في الفروة مجروحة يعني مفيش جرح. ده دهان مرتين يوميا لمدة شهرين، مفعوله سحري.
في وقف تصاوت الشعر. بعد الشهرين ممكن تكمل باي سبراي كافيين زي توب هير سبراي او سترونج فيل سبراي. يبقى انت كده عندك اللي هو نيوتونوس كالبين والشامبو اللي قلناه مع اي مالتي فيتامينز بقى. لو عندك انيميا خدي حديد، ما عندكيش في كبسولات الرويال في جي او منرافيت مرتين في اليوم مع اسبوبايون او بايوتين فورت مرتين في اليوم. حلو قوي. معانا تليفون من عبير. السلام عليكم. ازاي حضرتك؟ ازي حضرتك عاملين ايه؟ الحمد لله كله تمام. اتفضلي دكتور باهر معاكي. يا دكتور. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. لو سمحت عندي ابني عنده يعني في ثالثه ثانوي وقله التركيز عنده ان هو يذاكر وبينسى بطريقه فظيعه. تمام. طب اعمل له ايه ولا ادي له اكلات ايه؟ الاكلات المفروض تركزي في الحاجات اللي هي في الشوكولاته الخام، الشوكولاته الداكنه من افضل الحاجات. لو حب لو قطعه شوكولاته داكنه كل يوم دي هيصبح تظبط الموضوع معاه جامد جدا. تركزي له مع اللي هي المكسرات وخاصه عين الجمل من اكتر الحاجات اللي بتزود التركيز. تمرايه مع معلقه عسل نحل كل يوم الصبح هيظبط الدنيا معاه، تعتبريها حاجه يوميه معاه. لو عايزه بقى مكملات غذائيه في الصيدليه من افضل الحاجات اللي بنصحك بيها في كبسولات اسمها جينكو فيت، عباره عن جينكو بلوبا مع غذاء ملكات النحل رويال جيلي. مع جينسنج كمان الثلاثه في كبسوله واحده. جينكو فيت او البديل بتاعها ترانيت يوركس، ده او ده حبايه كل يوم بعد الفطار هيجيبوا نتائج ممتازه جدا معاه لو مشى فيها الفتره بدل ما هو في ثانوي، يعني هتبقى كويسه جدا ليه. شكرا يا استاذه عبير. طيب دكتور، يمكن خلاص زي ما قلنا ان الدراسه بدات، فبيكون في اختلاط كبير جدا ما بين الاطفال وبعضها. لو حد عنده مرض او عنده عدوى سهل جدا انها تتنقل لاولادنا. تمام. ايه الحاجات اللي ممكن نعملها علشان نقلل فرصه انتقال العدوى دي؟ واول حاجه ان الولد لما يتعب ما نودهوش المدرسه. ليه؟ تمام. زي ما انت خايفه على ابنك من العدوى خافي على اولاد غيرك. بالظبط. فالولد جاله شويه سخونيه بتاع ما لا هو شويه سخونيه بسيطين مش مشكله، ما هيروح يعدي زمايله. فانت ما ترضيش على نفسك ان ابنك يتعدى، فما تعديش حد. تمام. فالمفروض المفروض نزلات البرد وكده المفروض راحه، فياخد الاسبوع الراحه بتاعه. مفيش مشكله لما يقعد يومين ثلاثه بس عشان ما يعديش حتى زمايله والدنيا ما تتفاقمش، وعشان هو شخصيا يروق بسرعه. تمام. صح. فدي اول حاجه لمنع انتشار العدوى. تاني حاجه ان النظافه المستمره، ان لازم تعودي ابنك ان هو طول ما هو في المدرسه طول لو قدامه فرصه يغسل ايديه يغسل ايديه، لان دي منطقه مفروض الازدحام في الفصول منطقه خصبه للعدوى. فلازم الغسيل الايدين على طول. مفيش فيها حاجه لما تدي لابنك معقم ايدين معاه لو تقدري تديله، او مناديل حتى معقمه لازم جدا عشان العدوى. اي عطسه اي حاجه من طفل جنبه ممكن يتعدى. صح. برضو كمان المفروض الولد الادوات المدرسيه بتاعته تكون كامله مش ناقصه، دي مهمه جدا في العدوى. يعني ايه بقى يا دكتور؟ يعني يبقى اقلامه كامله معاه، استكته كامله معاه، كل حاجه معاه. ليه؟ عشان ما يضطرش يستلف من زميله، ممكن يكون زميله تعبان، ممكن يكون زميله عنده برد. ممكن اي ده سهل جدا ان انا يتنقل لي العدوى كده. المفروض نعلم ابننا برضو كمان ان لما يعطس او يعمل دراعه، يجيب من دراعه كده يعطس في دراعه كده، يمد دراعه كده ويعطس، بحيث ان مش عايزين العدوى تتنقل لزمايله. ما يعطسش في ايده برضو عشان برضو الايد هتعدي زمايله. برضو كمان ان المفروض الشنطه بتاعته دايما تحافظي على نظافتها عشان بواقي الاكل تتخلصي منها، بواقي الاكل دي هتعمل بكتيريا ممكن تنقل عدوى. برضو الحرص برضو ان احنا ننيم الولد الثمان ساعات بتوعه. برضو حشرات الشعر من اكتر الحاجات اللي بتتنقل في المدارس، حشرات الشعر زي ما قلنا في اول الحلقه، زيت السمسم او زيت الزيتون، او في الصيدليه حاجه اسمها اوبودال او نيو اكيم، اي حاجه من الزيوت الطبيعيه دي. تدلكي شعر الطفل كل يوم بالليل وتلفيها بفوطه او بقماشه او ببلاستيك او اي حاجه لتاني يوم وبعدين تشطفيها، دي حاجه جميله جدا للتخلص من حشرات الشعر لو الطفل بيتعدى منها. حلو. دكتور احنا لسه هنكمل معاك ولكن بعد الفاصل، استنونا. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم حلقتنا إن بوكس في الكبسولة، ولسه بنتكلم عن دخول المدارس وازاي نرفع مناعة أطفالنا وتركيزهم وقدرة استيعابهم.
بس هناخد مسج في الاول من محمد بيقول بنتي عندها 10 سنوات بقع بيضه تحت العين والرموش وتحت الاذن. لا دي بقع بيضه بالطريقه دي ممكن تكون بهاق، فاللي يحدد حاجه زي كده طبعا طبيب مختص يعني. طيب مسج ثانيه، مشكله حشرات الشعر عند الاطفال يا ريت حاجه تكون امنه. انا لسه قايل زيت السمسم او زيت الزيتون تدلكي بيه شعر الطفل وتلفيه ببلاستيك بكيس بلاستيك ولا حاجه لتاني يوم الصبح. ممكن تعملي الكلام ده حتى كل يوم خميس مثلا بالظبط اللي هو الاجازه من المدرسه الاجازه، وبعدين تعمليه بمشط قبل ما تغسليه بالشامبو الصبح، يعني تبيتي الطفل بالزيت ده وتمنعي وصول الهواء لفروه الراس من خلال كيس البلاستيك، وتاني يوم الصبح تشطفيه، قبل ما تشطفيه تعمليه بمشط اللي بيقولوا عليه الفلايه دي اللي هو ضيق مش اللي هو الضيق. وممكن برضو بالتبادل معاها يوم برضو نعمل خل، الخل بيعمل حاجه زي كده. كان في الاول زمان في الصيدليه حاجه اسمها لايسيد والبرزين بس مش موجودين حاليا في السوق. طيب هناخد تليفون من منار. الو الو ازيك يا منار؟ الحمد لله تمام. اتفضلي الدكتور معاكي. كنت لو سمحتي كنت عايزه حاجه تنقصني شويه في الوزن، لان انا يعني ولدت وبعد ما ولدت الدنيا باظت خالص. يعني انت بترضعي دلوقتي ولا ايه؟ برضع. الطفل عنده قد ايه؟ عنده 6 شهور. ست شهور. انا وزني ليا 63 ودلوقتي يعني بقيت يعني اول 95. اول 95؟ اه ده الطول هو اللي 163. انا افتكرت الوزن. تمام. طيب ايه يا دكتور؟ هو أأمن حاجه للمرضعات كبسولات الرضع اللي هي البران بتسد الشهيه. البران هي أأمن حاجه على الاطلاق للمرضعات، لان طبعا ما يستحبش ان هي تاخد ادويه التخسيس العاديه عشان ما تحرمش الطفل من الفيتامينات اللي موجوده في الاكل اللي هي بتاكله، او لان الطفل بيتغذى من اللبن اللي انت بتديه له، فاحنا عايزين اللبن ده يكون كامل الفيتامينات، فعشان ما تتخلصيش من الفيتامينات بتاعتك البران هو امن حاجه. ممكن حبايه قبل الاكل بنص ساعه مع كوبايه ميه كبيره هتنفش في المعده وتدي لك احساس بالشبع، او حاجه من الحاجات اللي هي بتاعت بذور السيليوم زي السلتاج او السيلوفينا، اي حاجه من الحاجات دي قبل الاكل برده 3 مرات. شكرا يا منار. معانا تليفون تاني من كوكب. الو الو ازاي حضرتك؟ ازيك انت حبيبتي؟ الحمد لله. اسم حضرتك حلوة قوي. كوكب. تفضلي الدكتور مع حضرتك. ماشي حبيبتي. ايوه يا دكتور. تفضلي. اهلا بيكي. مساء الخير. مساء الفل. اهلا بيكي. بص حضرتك انا جالي الحزام الناري ده. تمام ربنا يشفيك. ومن بدري من شهرين كده. تمام. وبعدين رحت للدكتور وكتب لي على علاج كررته 4 مرات ولا 5 مرات، كل ما اروح له يقول لي عيدي عيدي، من ضمنهم برسان باخده 5 مرات في اليوم، يعني القرص 5 مرات في اليوم. اسايكلوفير. ايوه. تمام. ونفس البرسان ونفس المرهى الكريم زيه. تمام. كررت كل ده كتير. تمام. والحمد لله والحبوب راحت خالص بعدها يمكن ب 15 يوم كده. تمام. بس في ايه بقى؟ في بيجيني مغصة كده، اكل تجيني مغصة. تمام. في مغص بيجيني كده، وبعدين الدكتور نفسه قال لي اعملي أشعة على البطن كده، طلع عندي دهون على الكبد. تمام. كتب لي على حاجات بقى يعني عشان الدهون كده، برسام الدهون. تمام. فباخده بس انا بحس بالمغصة دي مش كل وقت يعني. طب المغص ده فوق في فم المعده يعني ولا لا؟ تحت؟ مش فم المعده، بتجيني في جنبي كده على من تحت في القولون كده. تمام. بس وما بتاخديش حاجه للقولون؟ لا باخد اللي هي الحبايه اللي قبل الاكل 3 مرات. تمام. وباخد حبايه ثانيه قبل النوم اللي هي يعني حاجه زي المهدئه اثنين. الابراكس ولا ايه ولا؟ ايوه الابراكس. تمام. تمام. وبتاخدي اللي هو قبل الاكل 3 مرات ده ايه؟ سبازمو دايجستين مثلا او سبازمو امريز؟ ايوه سبازمو امريز. ايوه حضرتك. تمام خلاص. يبقى انت تزودي معاهم بس حاجه اسمها جاستريج 200 مع كل علاجك عادي خالص. الجاستريج 200 ده منظم لحركه المعده، ممكن تاخديه قبل الاكل 3 مرات مع السبازمو امريز عادي. شكرا يا استاذه كوكب. طيب نرجع تاني؟ نرجع لكبسولتنا تاني.
طيب في حال ان الام رجع لها الطفل عنده برد وعيان جدا، تعمل ايه بقى؟ هو بدايه البرد ما نديش مضاد حيوي، مثلا لو اتعدى من زميله في المدرسه نفسها. اول حاجه برضو هنقعده من البيت، يعني بالزبط. ده اساسي. ده رقم واحد. تاني حاجه ان هو المفروض ما تبداش مضاد حيوي على طول، ندي حاجه للاعراض الاول، يعني مثلا شويه رشح مثلا على حسب بقى سن الطفل، ممكن 1 2 3 كونجستال شراب، اي حاجه من الادويه البرد العاديه. هي الامهات دلوقتي دكاتره في الحاجات دي، فكل ام بتبقى عارفه ايه المناسب للحالات اللي هي الاعراض العاديه، فدي دواء للاعراض بس. وتدي حاجه زي الكالوبين، نقط مثلا اللي احنا قلناها في اول الحلقه، الكالوبين ده حاجه ممكن تغنيك عن المضاد الحيوي. الجرعه اللي هو اقل من 6 سنين بندي 5 ل 10 نقط 3 مرات في اليوم. الجرعه اللي هي بتاعه الطفل من 6 ل 12 سنه من 10 ل 20 نقطه 3 مرات في اليوم. الكبار بياخدوا من 20 ل 30 نقطه 3 مرات في اليوم. دي حاجه طبيعيه تعتبر، لو ادت الكالوبين مع اي حاجه لاعراض البرد، يعني مثلا بيكح تديله دواء كح عادي مناسب لسن الطفل يعني، وتديله حاجه للبرد للرشح، حاجه للسخونيه خفيفه، تمام. طيب الموضوع تمت السيطره عليه خلاص، اوكي. طيب لو الاعراض بقت عنيفه شديده، سخن جامد، كحه ما بينامش من الكحه، والدنيا بقى شدت، لا طبعا لازم تروح للطبيب، هيكتب لها بقى مضاد حيوي مناسب، هيكتب لها مضادات التهاب، هيشوف بقى هو الصالح. طيب معانا تليفون من سلمى. سلمى الو. يا سلمى الو، ازيك يا سلمى؟ ايوه الو الو. ايوه يا سلمى احنا سامعينك، اتفضلي. ايوه ايوه يا سلمى اتفضلي، الدكتور معاكي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لو سمحتي يا دكتور، انا عايزه اقول لك شويه اسئله اكثر كده من فضلك تسمعني. أنا عندي 54 سنة، تمام، ومريضة السكر والضغط والكليتين عالي في الكلى شوية، تمام. وفجأة ظهر في وشي حساسية، دخت ليها عند الدكاترة يقولوا لي حب الشباب. قال في حب الشباب بيجي كتير، وبعدين عظمي بيوجعني وجسمي ملان ونفسي أشيك عشان أقدر أمشي. فدي مجموعة الأمراض اللي عندي، وقول لحضرتك آخد إيه. ألف سلامة على حضرتك. وبعدين بمرها اسمه فيتاكور وبتاديرم، بحطه على وشي وما فيش أي نتيجة، وباخد دواء السكر ودواء الضغط ودواء الكلى. تمام، ربنا يديك. ألف سلامة على حضرتك. على حضرتك. هو طبعا بالنسبه للحبوب اكيد الطبيب شايف، هو شخص الحاله، يعني خليها بتلتزم بالطبيب الجلديه لما راحت له ويشخص الحاله كده، تلتزم بكلامه وتشوف هو كاتب لها ايه وتصبر معاه. بالنسبه للتخسيس مع الامراض المزمنه الكتير اللي هي عندها، من افضل الحاجات اللي ممكن تستعملها برضو تكون حاجه مامونه خالص، ممكن تستعمل حاجه زي في برشام اسمه ابل لايت. ده عبارة عن بيستخرج من بذور التفاح، ده من أهم الحاجات لسد الشهية، أو البران برضو اللي قلناه من شوية، أو بذور السيليوم زي السيلوفينا أو السلتاج، كيس قبل الأكل بنص ساعة 3 مرات مع كوباية مية كبيرة، دي حاجة مأمونة خالص. ممكن تستعمل معاه حاجة زي حاجة زي الجارسينيا كبسولات اللي احنا برضو أشارنا ليها قبل كده. الجارسينيا كبسولات موجودة في السوق باسم ميباكو سليم، أو حاجة زي سيلفستر. النبات الجارسينيا هيبقى مفيد ليها كمان، لان هي عندها السكر، هو بيقلل السكر وبرضه بيقلل الكوليسترول، فهي بتقول مريضه قلب كمان، فالسلفستر هيبقى مناسب ليها. حبايه قبل الاكل بنص ساعه 3 مرات مع كوبايه ميه كبيره، مع حاجه لسد الشهيه زي البران او ابل لايت او بذور السيليا. طيب معانا على التليفون سلمى. الو، ازيك يا سلمى؟ عامله ايه؟ الحمد لله. حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، اتفضلي. الدكتور معاك. يا دكتور انا بشرتي بشره دهنيه، حساسها قوي، كل ما اروح لدكتور بيطلع لي حبوب شباب، وطبعا لما بتنشف بتعمل علامات في وشي. رحت لدكاتره كتير، دكتور منهم بوظ لي وشي، عمل التهابوا لي جامد. رحت مستشفى الحوض المرصود برضو المرهم ما عمليش اي حاجه في وشي، بيروح الحبوب وبتسيب اثر، بتعمل بقعه في وشي وبشرتي بتقشر وبتلتهب جامد. طب مش عارفه اعمل اي حاجه. ايه اللي انت بتستعمليه دلوقتي او اخر حاجه استعملتها ايه؟ بستخدم مرهم. ثانيه لحضرتك اسمه، ثانيه معلش يا ريحي، ما تاخريش علينا بس يا سارة. حاضر، ثانيه واحده.
بستخدم مرهم اسمه ادابالين. ادابالين جيل تمام. وبستخدم برضو اداني مرطب بعد الادابالين برضو ما عمليش اي حاجه, بيقشر لي وشي وبيلتهب بعد كده, ما استحملش ان انا انزل اصلا, انزل حتى في الشمس من كتر التقشير بتاع وشي. تمام. في غسول في الصيدليه اسمه اكرين او ستارفيل كلينسر او سينوبار, الثلاثه دول اي واحد منهم دقيقه ويتشطف, يعني تحطيه على وشك دقيقه بس, تسيب الرغوه دقيقه واحده وتشطفيها الصبح وبالليل, مع في دهان اسمه برضو ستارفيل اكن او اكن كريم, ده دهان كل يوم بالليل برضو ساعة واشطفيه, وبعد الشطف تحط برضو كريم مرطب, اي كريم مرطب عندك زي موندو مثلا كريم كويس كف الترطيب, او اي كريم مرطب مش شرط. ولو الحبوب بتعمل يعني لو خلاص الحبوب مفيش حبوب ولسه في اثر, في دهان اسمه زارو تكس جل, دهان كل يوم بالليل يتشطف بعد ساعة, وبعد الشطف برضو تحط كريم مرطب. شكرا ليك يا سلمى. دكتور باهر كالعادة الوقت خلص, هنشوفك ان شاء الله على خير الاسبوع اللي جاي, ودايما كده بتدينا معلومات مفيدة وكبسولات مفيدة لكل الناس. بشكرك جدا ونورتنا. بكده خلصت حلقتنا النهاردة من إين بوكس في الكبسولة, ونشوفكم الاسبوع الجاي على خير ان شاء الله.